أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي عزيزاتي، اليوم إن شاء الله فائدة من المجربات، يعني جربتها أنا شخصيا لمن يريد أن يستيقظ لقيام الليل أو صلاة الفجر. تقرأ آخر سورة الكهف التالية: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلى آخر السورة، ثم تقول بنية صادقة هذا الدعاء: اللهم نبهني في وقت كذا وكذا، يعني على الساعة الثالثة أو الثانية أو إلى آخره. اللهم نبهني في وقت كذا وكذا، فإن روحي بيدك، وأنت توفى الأنفس حين موتها، أذكرك فتذكرني، وأستغفرك فتغفر لي، إنك تفعل ما تريد، وأنت على كل شيء قدير. أتمنى أن تكون نافعة بإذن الله. إلى اللقاء.